لم تعد أي منطقة في سوريا آمنة. هذه العبرة خرج بها سكان بلدة عين العرب التي بقيت لأكثر من 3 سنوات ونصف بمنأى عن الحرب الدائرة في البلاد إلى أن بلغتها جظايا حرب الدولة الإسلامية. هذه البلدة هي ثالث المدن الكردية في سوريا، وقد لجأ إليها قرابة 200,000 نازح سوري هربا من المعارك في مناطقهم، لكنهم اليوم وضبوا أمتعتهم مرة جديدة وهربوا مع سكان المدينة باتجاه تركيا. الرقم الذي أعلنت عنه الحكومة التركية هو 130,000 لاجئ كردي من 60 قرية سورية محيطة بعين العرب قرب الحدود مع تركيا. جميع هؤلاء هربوا إلى تركيا منذ يوم الخميس الماضي، ما يدل على حدة المعارك في المنطقة. اللاجئون هاربون من تنظيم الدولة الإسلامية الذي يحاصر عين العرب ويسعى إلى ضمها إلى دولته، ما يهدد بتحويل أكراد سوريا إلى أقلية مضطهدة جديدة بعد المسيحيين واليزيديين. حزب العمال الكردستاني دعا في هذا السياق أكراد تركيا إلى محاربة الجهاديين الذين يحاصرون بلدة عين العرب، في حين تسعى المنظمات الأممية الحقوقية إلى دعم الحكومة التركية، وتكثف المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة مساعيها لتأمين المساعدات الضرورية للاجئين.